مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد ومميز من برنامجكم الطبي دكتور هال. كيفاش تعرف الآن دكتور أوما وش المرأة أنها عندها أعراض الولادة المبكرة؟ الدرجة الأولى تاع الخطر تاع الولادة المبكرة ندير لها برك الأدوية ولازم لها الراحة التامة ومثبتة تاع الحمل وتروح للدار مع عطلة مرضية. الاستشفاء المنزلي وشنو الفايدة تاعو؟ كيفاش يندار وكيفاش يقدر المريض يستفاد منه؟ احنا جاتنا بزاف حالات على كل حال اللي سورتو اللي ما يقدروش يتنقلوا للوبيطال اللي فيها صعوبات لا فامي تاع المريض والمريض. على بالنا وشنو هما لي غيد، مي مادا بينا زيد توضح لنا دكتور بريكي كيفاش حتى يخرجوا. سي لي زولترا فيولي او الاشعه الفوق البنفسجيه عندنا تانيك عامل الستريس. اليوم راح نواصلوا توجور في العنايه بالبشره، راح نحكوا على اثر التغذيه على البشره. دكتور هيلب نهار السبت 8 تاع العشيه على شروق تي في.